مش عارفة شكلها غريب شوية. ما هي حلوة اهي، يمكن بس عشان دي النسخة القديمة كنت عاملها انا وعارفة في الحرفيين كده على ايدينا، انما ده انا جايب البادي بتاعه من اليابان. يعني دي النسخة القديمة؟ يعني انت خلاص مش هتستخدمها تاني صح؟ لا يعني ممكن استخدمها على خفيف كده، اجرب فيها حاجات، اخد منها قطع غيار. طب يوسف، هو انا ممكن اطلب منك طلب اخير اخير؟ لا طبعا مش ممكن، انت لسه متفقه معايا من 5 دقايق ان ده كان اخر طلب. انا بس كنت عايزاها تساعدني في شغل البيت، والله اول ما تعوزها هديها لك على طول. ساره بلاش شغل الشحاته ده، النسخه دي اصلا نسخه اوليه ومش بتاعتي، دي ملك الشركه كمان. ماشي يا حبيبي، ما انا هحافظ عليها والله. مش هي بتعرف تعمل كل حاجه زي لذيذ؟ بتعرف. طب ما تسيبها لي بقى، هو انا ما استاهلش يعني ان انت تسيبها لي؟ خلاص يا ساره مش عايز دراما. مش انا ساره حبيبه قلبك؟ خلاص هتسيبها لي؟ خلاص خديها. طب ممكن اطلب منك طلب اخير اخير اخير؟ ده على اساس ان انا لو قلت لك يعني لا مش هتطلبي؟ ما انت كده كده هتطلبي. انا كنت يعني بس عايزه اغير في شكلها شويه حاجات كده بس عشان الناس ما تتخضش منها. مال شكلها، ما هي حلوه اهي، شويه تاتشات بسيطه كده يعني، احنا بنات زي بعض. بص انا هوريك. بقول لك ايه، اسمعي يا طينه، انتي انا عارف ان انتي فهماني وسمعاني كويس، لو عملتي لي اي فضايح مع ساره والله العظيم لفكك وبيعك خرده. حاضر، اما نشوف. بصي يا يوسف الباروكه دي. ها ايه رايك؟ هي كده حلوت يعني؟ طبعا احلى كتير من الاول، ولسه بقى طبعا هظبطها واعمل لها لبس. ماشي. ازيك؟ ايه ده، هي مالها؟ مالها؟ مش بترد عليا ليه؟ يمكن بس عشان صوتك واطي ولا حاجة يا سارة. ازيك؟ كويسة اهو. اهلا بيكو 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 بيكو. اهلا بيكو. هو انت هتعلي صوتك وتخرم لنا وننا ياما توشوشينا؟ اسمك ايه يا شاطرة؟ طب بتعرفي تعملي ايه؟ ماليش اسم. ايه ده؟ هي عندها دي ليه؟ لا. طب بتعرفي تقيسي الضغط زي لذيذ؟ وبعدين بقى يوسف الملل ده؟ ما انت يا ساره اللي شغاله تك 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 اسئله في البنت من ساعه ما دخلتي، ما هي طبعا هتهنج، مش هتعرف تعمل لك ايه؟ تك تك ايه دي؟ طلعت زومبا. زومبا، انا زومبا، انا زومبا، اسمي زومبا. يا سلام يا اختي، وفرحانه قوي. يوسف ممكن اطلب اخر 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 طلب؟ ساره انا بقالي 24 ساعه صاحي، لو سمحتي سيبيني انام. والله يا يوسف ده اخر طلب ومش هطلب حاجه تاني والله. خلاص. ها ينفع نبدل؟ تصبحي على خير يا ساره. مش ولا طلب بيوافق لي عليه.